Hey Google, open all shutters. Sure, opening shutter 3. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير، تكون الاحوال ديالكم مزيانه. اليوم ان شاء الله نهار جديد، فيديو اللي ان شاء الله تاخذوا منه بزاف الحوايج باذن الله، واهمهم هو انك تخرجي وانت عارفه الاولويات ديالك، وكذلك قانعه بداكشي اللي مكتب لك الله. اولا نهارك كالعاده كوني منتجه فيه، ولو انك جالسه في دارك كيفاش غنديروا ليها فدوى؟ واجي دوزي معايا هاد النهار وغادي تعرفي. دونك اول حاجه اللي غتفيقي تحلي عويناتك، جمعي داك الفراش ديالك، وهذه من اول المهام اللي انتي غادي ديريها وغتنجحي فيها ان شاء الله. ندوزو للمهمه الثانيه. بالنسبه لي انا من كنكون ما خداماش دونك كنحاول نتهلا في داري، لان ديك الوقيته اللي كنكون مساليه باش كندير لي طاش اللي ما ساليت ليهمش وانا خدامه. دونك هوي الدار ديالك باش تبدلي الهواء ديال الدار ديالك. من بعد ما تنسايش راسك بواحد كاس ديال الماء كل صباح، كاس ديال الماء البنات غتحسي بالفرق. الا كانوا عندك مشاكل في الهضم ما تيبقاوش. دونك انا بالنسبه ليا هذه اكثر من 3 سنين وانا غير كنحل عويناتي، اول حاجه كنبدا بيها هي الماء ولاحظت الفرق. من بعد ما تنسايش راسك، حنا في قنائيه وما غاديش نمشيو نيشان للشقه، لا كاين راسنا هو الاول. دونك دخلت للحمام بغيت ندير لا روتين ديال الصباح ديالي، بانت لي الحمام خصو تعقيم دونك عقمته في الاول، ومن بعد غادي ندير لا روتين تالي في بلاصه اللي هي نقيه. ومن هنا نستافدو حاجه واحده، دارك ديما شقي فيها على قد الحاجه اللي محتاجه الدار ديالك. بمعنى انت يا فقتي الصالون مجموع، ماشي بالضروره نحيد المخاد كاملين ونعاود نجبد ونحيد الغبره ونشطب. الصالون لا كان مجموع وما تقاش، او مثلا بلاصه فيه اللي ما مقاداش، نمشي لديك البلاصه نقاده، ماشي بالضروره نمسح كل شيء ونخمل كل شيء باش نتسمى راني منظمه ومرتبه ونقيه ونحس بالنظافه ونحس بالراحه. لا، علمي راحتك على حسب ما شافت عينك. انا غيبا لي الحمام خاصو تعقيم، عقمته عطرته وغادي نمشي ندير لا روتين ديالي. الصالون بانت لي نقيه، راه ما غنقيش فيها حيت صافي نقيه مجموعه، نقدر نحيد غير الغبره دغيا دغيا وغادي نحيدها باغ لا سويت. نفس الحاجه الدار كامله غنشوف اش محتاجه داري وغندير فيها، حيت كاينين حوايج اخرين خاصك ديريهم في نهارك من غير انك شقى حك جفف. ردي بالك راه الحياه ماشي هي جفف وشقا ومسح ونقي، لا كاين حوايج مهمين وزوينين خاصك ديريهم. واليوم غنشارك معكم بعض الحوايج اللي تقدري ديريهم باش نهارك يدوز هو هذاك. لا روتين ديالي ديال الصباح، راكم عارفين دابا البرد البنات ضروري ما نرطبو ايدينا وجهنا. من قبل اكيد كنغسل وجهي مزيان. انتي كتغسلي الوجه ديالك، الدرماتولوج ديالي قالت لي خاصك تحسبي جوج دقائق، يعني جوج دقائق وانتي راكي كتغسلي في وجهك باش كتنقيه مزيان. غير كتسالي، بالنسبه ليا انا كندير لا كريم لوجي اللي خصني يكون فيها ليدغاتاسيون فيتامين سي والكولاجين. ومن بعد اكيد ليدغاتاسيون ديال اليدين باش كتحافظي على الويدات ديالك، سيرتو حنا يدينا تقريبا ديما في الماء، دونك ضروري ما تختاريش كريم اللي هي مزيانه ليك. غنمشيو دابا ناكلو باش نديرو الطاقه والنوض ان شاء الله. دونك اليوم الفطور ديالي راه صحي، غادي ندير الشوفان. طريقة الطياب ديال الشوفان كنشاركتها معكم قبل. بالنسبة لي انا هنا درت كاس ديال الشوفان، دونك غندير معاه جوج كيسان ديال الحليب، يعني اي كمية ديال الشوفان درتيها كديري الاضعاف ديالها ديال السائل، سواء غطيبيه بالماء او بالحليب. انا هنا غنسمو بودرة الكاكاو، غادي ندير ملعقة، وغادي ندير ملعقة ديال الشوكولا اللي النسبة ديال السكر فيها قليلة بزاف، لان مؤخرا كنحاول انني نقص من السكر، وكذلك العشاء ديالي حيت كنرجعو بكري شوية ما بين المغرب والعشاء. ماشي دايرة الريجيم، ولكن كنحاول انني نكونفيرجي بالماكلة ديالي للاكل الصحي. مهم بشوية بشوية ان شاء الله حتى غادي نوصل للنتيجة المطلوبة. دونك الفطور ديالي غادي ندير الشوفان اللي غادي نسمو بشوية ديال الفواكه، وكذلك العسل. وبالنسبه لي مهم جدا نحط الماكله ديالي في طبله اللي هي متوله، هذه كنعتبره جزء من العنايه بالنفس ديالي، كنعطي لراسي حويجات زوينين لان راسي كيستاهل وتنتي راسك راه كيستاهل. Thank you.
الموضوع اللي عمرني ما هدرت فيه، واخا كتسولوني بزاف، والسبب علاش ما عمرني هدرت فيه هو ان كنشوفو شي حاجه اللي هي شخصيه، ولكن بما انه طرح بزاف في القناه وجاوني رسائل بزاف من سيدات اللي باغين كيفاش كندير، حتى مع انني باقي ما رزقنيش الله الوليدات، عايشه الحمد لله حياتي مرتاحه فرحانه ترونكيل. غير باش نقول لك واحد الحاجه، راه ما يمكنش ديما نكون فرحانه وديما ترونكيل، راه انا كيجوني بعض اللحظات ديال الضعف اللي ربي اللي كيكون عالم، لان واحد الحاجه اللي كلنا كنتمناوها السيدات في الفطره ديالنا ان نكون ام، شي حاجه اللي كبيره وعظيمه، ويا ربي لا يحرم شي واحد منها، ويا ربي يا ربي تبلغنا لداكشي اللي باغين. غير هو ديري في بالك بان احنا في الدنيا امتحان، لربما الله سبحانه وتعالى باغي يمتحننا في هذه القضيه، الله يعطينا الصبر. هادشي غندعيو عند الله. اكثر سؤال كيجيني كيفاش نقدروا نتعايشوا مع لا سيتوياسيون اللي حنا فيها. اولا لو فيت انك كتفكري تعايشي مع هاد لا سيتوياسيون، يعني ديجا انت شايفاها نقص. انا اختي ما شايفاهاش نقص، علاش مالي اش نقصني؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. هذيك الحاجه اللي انتيا كتشوفي فيها راكي ناقصه، راه انت ما عندك فيها حتى شي ايد، هذاك الشيء راه ديال مولانا. شوفي غير هاد الكلمه لا استوعبتيها مزيان، راكي نقصتي اشواط وزدتي القدام بزاف. واش انت عندك القدره انك تجيبي انسان للدنيا؟ ما عندكش القدره ديال مولانا. الله سبحانه وتعالى لم كتب واحد الانسان غيتزاد من عندك، راه غيتزاد، ما مكتبش راه ما غيتزادش. لا الصحه ديالك عندك فيها دخل، لا الدرية عندك فيها دخل، لأنك تكوني مزوجة عندك دخل، الرزق ديالك ما عندكش فيه دخل، الصحة ديالك، الجمال ديالك، إلى آخره. هادشي كله ديال مولانا كيفرقوا على من بغى. كاين اللي كيعطيه كل شيء، كاين اللي ما كيعطيه والو، كاين اللي كيعطيه شوية، والحمد لله الحمد لله علينا بالرضا. غير هو تعطاتنا واحد الحاجة أخرى اللي خصنا نستغلوها باش ما ندموش بعلى سويت، هو السعي. السعي لواحد الحاجة سبحانه كيعطيك واحد الرزق، ولكن الا سعيتي وطلبتي وجاهدتي وخدمتي كيكافئك وكيزيدك. دونك انت اللي باغا مثلا الرزق، نوضي تخدمي على راسك، سعاي سعاي الخدمه، خدمي خدمي خدمي، وسبحانه وتعالى ان شاء الله سيستجيب. انت اللي باغا الذريه الصالحه، اي نعم رضاي بما كتب لك الله باش تعيشي مزيان، لانك انت راكي عايشه ما عارفاش امتى غيسالي عمرك. ومبقاش انا حاسنه حياتي كامله حيت ما رزقنيش الله الوليد او البنيه، لا، نعيش ديك الفتره، وفي نفس الوقت في هذيك الفتره اللي انا كنعيش شنو غديري؟ سعي. والسعي شنو هو في هذا الميدان؟ دعي الله ليل ونهار، مشي عند الطبيب ما تجلسيش، لان لربما يكون شي مشكل طبي والمعالجه ديالو خفيفه، السبب ديالو خفيف، وهانتي الحمد لله بوليداتك. مشي عند الطبيب، العلم الحمد لله تقدم، يكون ايمانك في الله قوي، طلبي الله، سولي تجارب الناس، ديري وصفات طبيعيه، ما تجلسيش على راسك. حتى هذا خلقي فرع من فروعات او اهتماماتك في حياتك وراها غاده. ندوزو دابا للناس، ما نكذبش عليك، تكوني وسط الناس اللي ديما كتجرحك بالكلام، ما غنقولش لك لا دوك الناس خصهم يتبدلوا، انت راه ما غتقدري تبدلي حتى واحد، مي قاده انك تبدلي راسك. الوغ راسك كي غتبدليه؟ غتقوي راسك، واكيد باش توصلي لنقطه القوه راه غتكوني دوزتي بزاف التجارب وسمعتي بزاف ديال الهضره. ولكن ماشي غنبقى نحزن وندمر في راسي ونقتل في راسي حتى داك قال ليا، المره الاولى غيبقى فيا الحال، المره الثانيه غيبقى فيا الحال، المره الثالثه ما خصوش يبقى فيك الحال. خاصك تعرفي كيفاش تواجهي، ضروري من المواجهة. وركزي لي على نقطة المواجهة مع الناس، واحد اللي غادي يقصد انه يجرحك خاصك تعرفي كيفاش توقفيه، وهاد القضية ديال انك تعرفي كيفاش توقفيه غتعلميها مع الحياة. حتى الناس اللي هكا كتكون كتسول بزاف وكتبغي تدخل بزاف، ولو تكون نية ديالها زوينة، لكن انتي ما عارفاش شنو كديري في الاخر. وانا هادشي شفته، كاين الناس اللي كانت نيتهم زوينه كيبغيو غير نصحوك مثلا هاد الطبيب ولا، ولكن عرفتي انك كل نهار وسط جماعه تسمعي نفس الهضره راه كتعولي فعلا برصك، تقولي انا اش جلسني مع هاد الناس اصلا. ولكن لا، تنتوما عفاكم، الواحد الا ما طلبش منك النصيحه ولا ما طلبش منك الاستشاره، وهذاك الانسان مثلا كان عزيز عليك وبغيتي ليه غير الخير، دعي معاه،
ونهار هو يجي لعندك ويقول لك عافاك، واش راك كتعرف شي طبيب، او مثلا واش كتعرف شي بلاصه طالبين فيها الناس الخدمه، او ديك الساعه حلك الباب وقال لك عاوني، ديك الساعه نصحو وعاونو وريه. دونك ما تضيعيش وقتك فلان قال عليا، او فلان معنى عليا، او انا مسكينه ما عنديش، او انا مسكينه ناقصني، او انا مسكينه خاصني. لا، انت ماشي مسكينه، انت بالعكس قاده انك تدوزي من كل شيء، ان شاء الله غدوزي من كل شيء. وقولي فراسك انك جيتي لهاد الدنيا طريق، وغنمشيو عند مولانا، ما غدي معك دراري، ما غدي معك فلوس، ما غدي معك زين، ما غدي معك راجل، ما غدي معك حتى حاجه من هادو، غدي معك ايمانك بالله، الحاجه اللي استغليتيها في دنيتك، حتى هذيك الحاجه هي اللي كتكون فعلا ديتيها معك في دنيتك، بمعنى داكشي اللي لبستي وداكشي اللي كليتي. دونك عبدي مولاك وعيشي حياتك، تهلاي في صحتك وتهلاي في والديك وفي خوتك، وعيشي مع عائلتك. هادشي اللي غادي نقول لك. وبهكا لا فيديو ديالنا سالت هنا، بقيت كنهضر ونسيت ما قلت لكمش لا فيديو بالضبط شنو كان فيه اليوم. كي شفتوا بعد ما ساليت داكشي ديال الدار، خرجت انا وصاحبتي، وزوينه تعطي وقتك هكايا شويه تخرجي راسك من لاغوتين ديال الدار والعائله. كان نهار غزال بزاف، ضحكت هضرت تمشيت كلينا حويجات زوينين. من بعد من وصلت للدار كان خصني نوجد العشاء، درت شي حاجه اللي هي سهله. دونك فوالا، كانت معكم فدوى من قناه حيل وافكار، خليتكم في امان الله.